ماما لبست تسامحها خلاص؟ ايوه خلاص يا حبيبي. حطوا نظيرة تقول لهم انكم جايين؟ ايوه. يا ريت تقدروا تنهوا الموضوع قبل ما يسافروا. الحكايه ما هي منتهيه تقريبا يا ابني، لا لسه هيدوروا عليك ولا يسالوا على اصلك وفصلك، احنا حبايب وجيران من زمان. وما تنساش ان نهاد كان زميلتي في المدرسه 4 سنين. يلا يا ماما. يلا يا حبيبتي. ماما في حاجه يا محمد؟ لا ابدا، ربنا معاكم. وانت مالك يا بايخ؟ دي اوضتي وانا حره فيها. ما تقومي تقعدي في الحمام احسن. يا ماما اندهي للواد ده اللي احسن بيعاكسني. ما انا كمان ما اسمحش لاختي تقعد عريانه. يلا البسي. مش لابسه مش لابسه يا ماما. ماما جرى ايه يا سامي؟ ما تسيب اختك في حالها. ما تشوفيها قاعده ازاي؟ مالكش دعوه بيها، اخرج انت بره. مرقعه بنات والله. لا انا موريكي شغل. كاملة هانم جاية تزورنا دلوقتي. مين؟ كاملة هانم أم سميحة ومحمد. أهلا وسهلا تأنس وتشر. وهنقول لها إيه؟ قولي لها ما نعطلكيش. يا ناهد أنا بتكلم جد، عايزين ندي للست كلمة تريحها، دي بقالها 6 أشهر رايحة وجاية. هتتجوزيه ولا مش هتتجوزيه؟ هو في حد يتجوز في الصيف؟ هو الجواز كمان له مواسم. لما نبقى نرجع من اسكندريه يبقى يحلها ربنا. وما تتجوزيش ليه وتسافري معاها اسكندريه ويبقى اسمها تصيفه وشهر عسل؟ ده احنا مسافرين بعد 4 ايام، هلحق اتجوز في 4 ايام؟ خلاص بقيت رخيصه عندكم للدرجه دي؟ طبعا الاقل تسافري مخطوبه ومحمد يحصلنا على اسكندريه، يبقى معاكي يسليكي ويفسح. قصدك يطلع روحي، رحتي فين وجيتي منين والبسي ده وما تلبسيش ده؟ لا يا ستي الله والغني. المهم هو عاجبك ولا مش عاجبك؟ مش مظبوط قوي يا ماما. توعيني يا نانا، ما تطيريش محمد من ايدك، ده شاب كويس وله مستقبل. تسمحي تأجلي الموضوع ده لبعدين؟ طب بس ريحيني، لا بتقولي اه ولا بتقولي لا. اف يا ماما بقى. ست سميحة ومامتها جم. طيب انا جاية حالا، اعملي لهم شربات يا تفيدة. شربات ده ايه؟ بس البسي وتعالي قبليهم. انا رايحة الحمام. حمام؟ عيب يا نانا ما يصحش. الدنيا حر وعايزة اخد دش. ناهد. امال فين ناهد يا تيتا؟ ناهد يا بنتي في الحمام، اصلها يعني ما كانتش عارفه انكم جايين. عقبال حمام الدخله ان شاء الله. في حياتي. ايه رايك يا سنيه هانم؟ احنا جايين ناخد مقاس الدبله. دبله ناهد يا تيتا؟ ايوه يا حبيبي عقبالك. هو ابي محمد هيتجوزها خلاص؟ ايوه خلاص. انا زعلان منك خالص. ليه يا سامي؟ حصل حاجة؟ مش كان واجب تيجي تكلمني أنا في الموضوع؟ ما أنا هكلمك أنت وبابا بعدين. أنا شخصياً ما عنديش مانع من دلوقتي. متشكر يا سامي، ربنا ما يحرمنيش منك. عقبالك. يا خسارة، كنا عاوزين زيتها يبقى في إيديها، لكن أبلة سميحة كبيرة عليا. لا مؤاخذة يا جماعة، الظاهر ناهد هتغيب في الحمام شوية. تلاقيها عارفة ومكسوفة. طب يا ماما اتفضلي أنتِ وأنا هستنى أبقى أجيب منها مقاس صباح. وعلى إيه؟ ما ناخد أي خاتم متوح. فكرة يا تيزا، إيه رأيك؟ الخاتم ده مقاسها افتكر ايه وفي الغرض قوي ده، يبقى حتى بركه.
طب انت يا تيزه محمد يقدر يقدم الدبل؟ افتكر ناجل الموضوع ده شويه لحد ما نرجع من اسكندريه. ده كتير يا ماما، ده احنا هنقعد هناك شهر ونص. اسكت يا ولد، خلي الكبار يتكلموا. اصل محمد مستعجل، عاوز ينهي الحكايه قبل اجازته ما تخلص. ايه رايكم يشتري الدبل ويحصلنا على اسكندريه؟ فكره يا سامي، ونعمل حفله الخطوبه هناك. قلت ايه؟ مفيش مانع. مشيرة. الو فايزة. الو نانا. ازيك يا رؤوفة؟ الحمد لله. وحشيني قوي يا بنات. اللي وحشانها يا وحش. هي ايه اخبار البلاج السنه دي؟ اسمعي بقى يا ستي، عدي تاخد 6 كيلو طبعا لان ما بيبطلش قوي. وكرم طلب سناء غيره. عبد الحميد اتجوز سمير. والله العظيم مش كانوا لازين لبعض السنه اللي فاتت؟ ده عنده 180 فدان وارث مصنعين نسيج. ملك البلاج وصل. قصدك مين؟ هشام عبد اللطيف. نفسي اقوم وقته مزمره رقبته، دمه تقيل قوي. لا اتليه بقى كله اللي هشام. مش هو اللي بيحب صفينات خيره؟ ما سابوا بعد اخر الصيف اللي فات. مادتش واحدة ونص. انا هتمشى معاك يا مشيرة. ما تمدي شوية. ايه واحنا ورانا ايه؟ اصل ماما مستنياني. عن اذنك يا مشيرة. اخفى عليك، يعني هتخليني ارجع لوحدي؟ وماله، هو انت صغيرة؟ باي باي. عايز مني ايه؟ عاوز امشي وراكي طول عمري. دمك تقيل؟ خفة دمك تكفينا احنا الاثنين. ما اظنش دمي خفيف للدرجة دي. انت هتيجي البلاج بعد الظهر؟ مالكش دعوة. طب وبكرة؟ برضه مالكش دعوة. طب زي النهاردة السنة الجاية. تعرف ان دمك مش تقيل قوي؟ انا لازم اشوفك يا نانا، في حاجة مهمة لازم اقولها لك. انت عرفت اسمي منين؟ انا عارف عنك كل حاجة. امتى هشوفك يا نانا؟ مش دلوقتي، بعدين هقول لك. ازيك يا نهاد؟ الله يسلمك. وازاي ماما؟ كويسة. وسامي وعم؟ بخير الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. وازاي طنط؟ كويسة. سامي حاجات معاه؟ لا، هم هيحصلوني. انتوا نازلين فين؟ في سيدي بشر. في شقة ولا شاليه؟ شاليه، الشارع اللي قبل محطة البنزين، أول حوادية على اليمين، الرابع شاليه. عن إذنك، أصل اتأخرت على ماما. مع السلامة. مين اللي كنت بتكلميه ده؟ ليه؟ عاجبك؟ باين عليه راجل زي الشبان الميين. كده انا يعجبني اكتر من هشام. طول عمرك ذوقك وحش. على كل حال لما نبقى نقابله المره الجايه هعرفك. لا يا اختي انا ما يخلصنيش، ده باين عليه بيحبك قوي. اهلا. اهلا بك. اهلا وسهلا. ازيك يا ماما؟ الحمد لله. السلام. اهلا. ازيك يا سميح؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا نظير؟ الله يسلمك يا سميح. انتوا مش المفروض كنتوا تيجوا الساعه 6 بعد الظهر، ايه اللي جابكم بدري؟ ما لقيناش محلات في القطر، جينا في الاتوبيس. اظن يا حبيبي اتضايقت اليومين دول لوحدك. ولوحده ليه؟ تلاقيه كان هايص مع خطيبته. ايه يا محمد؟
اياك ما قابلتهاش. ازاي قابلتها؟ طب احكي. طب بس استريحي شويه. مالكش دعوه، انا مش تعبانه. شوف يا ستي، اول ما وصلت جري على البلاش. برافو عليك. لقيتها كانت لوحدها. عال وبعدين؟ كانت لابسه فستان حلو قوي يا سميحه، مش معقول. ما انا شفته عليها في مصر. اما كانت جميله بشكل والله العظيم. من كتر جمالها اتهيألي اطلع الدبله من جيبي والبسها لها واروح بيسها. ما عملتش كده ليه؟ يا خبر ابيض، قدام الناس. امال عملت ايه؟ سلمت عليها، بس هي كانت مرتبكه شويه. لازم كنت بتاكلها بعنيك. بالظبط. فضلت ابص لها. ايه؟ ابص لها. ايه؟ ابص لها. وبعدين يا محمد؟ مش عارف يا سميحه، لما ببص لها ببقى محتار اشبع من ايه؟ من شعرها ولا من عينيها ولا من خدودها؟ يا سلام يا محمد، لو مره قدرت تقولها هي الكلام الحلو ده. هقوله لها وحياتك عندي. انت بس. بكره لما نقدم الدبل هتشوفي، هفرجك، هعمل البدع كده. طب بكره نروح نزورهم وتلبسها الدبله، اتفقنا؟ اتفقنا. سميحه. ايوه يا ماما، جايه حالا، عاوز اشوف بقى البدع. زي سامي اخويا، اشغليه، اوعي تخليه ينزل البحر. ما تخافيش، انا هلعبولك السيجا. هتنزلي البحر يا موشي؟ لا يا حبيبتي، انا سبتلك البحر واللي فيه. انا شايفه المسائل ماشيه بسرعه قوي. ابدا لا مسائل ولا حاجه، ده انا نازله البحر لوحدي. طب اوعي تغرقي، خليكي على البر احسن. ما تخافيش عليا. دلوقتي يا هشام، استنى لما ندخل جوه شوية. ما تكمل لغاية الصخرة. لا هنا كويس. على العموم كويس اننا وصلنا لغاية هنا. وطبعا عندك امل بكرة نوصل لغاية الصخرة، وبعده اركب معاك العربية، مش كده؟ كده تمام. وبعدين؟ وبعدين هبوسك. وبعدين؟ لما تحصل البوسة هقولك بعد كده في ايه. ازاي صفيناز؟ صفيناز مين؟ نسيتها اوام؟ صفيناز خير. ما خلاص، كل سنة وانت طيبة. هو انت كل سنة لك واحدة؟ في واحدة تستحمل شهر، واحدة سنة، واحدة سنتين، على حسب. انا بيتهيالي اننا نقدر نستحمل بعض طول العمر. لازم ارجع بقى. طب اشوفك تاني امتى؟ بكرة بقول لك. ابعد دلوقتي لحسن اخويا واقف على البلاج. الله تكتبه الكتاب. مش الاول يقدم الدبل يا سي راشد؟ يا ست الدبل يقدمها النهاردة. مش برضو الحكاية عاوزة ترتيب؟ ترتيب يا ماما؟ اول ما نهد توصل للبلاج، تفيدة تروح مزغرطه، ونظيره تكون محضره الشربات، وطنط كامله تروح متطبطبه على اختي، وابله سميحه تروح مقعدها جنب ابي محمد. اختي هتنكسب، ابي محمد هتلبخ، انا حجمزه هيروح مطلع العلبه وملبس لها الدبله ويبوسها. نانا جت. تفيدة جهازي، وانت يا نظيره على المطبخ. ابي محمد استعد. اهلا بعروستنا الحلوه الاموره. ايه يا ناهي مالك؟ مش عارفه يا بابا، طلعت من البحر عندي صداع جامد. تعالي يا ناهي اقعدي. مش قادره، حاسه بدوخ، عظمي مكسر. عن اذنكم. خد منزل ناهد. ايوه. ارجوك خدي اسبرين وشاي. ناهد. عن اذنكم، اما اشوف جرالها ايه. ايه رايك؟
جيت هنا كتير مع اخويا وصحباتي، ما حسيتش بالهدوء والجمال قد المره دي. ستي عايزه ايه انت كمان؟ سيدي محمد بره. يا دي الحوسه، طب انده الاوامر على البلاش ولا اقول لك؟